خلص صافي دابا خلص. هذيك اللي خرج من ملوسه دابا حنا ملي كنخرجوا من ملوسه ماشي كنا كنخرجوا كنجبروا الناس كيخلصوا هنايا كنخلصوا الليل ياك كندخلوا كنخلصوا كنخرجوا من هنايا كنجبروا الطريق كيبانوا لنا عامل هنايا لا هذيك عنده البطاقه ما بغاش يدوز الوقيله هنايا كاين الجي هي الجي الجي راه عندهم واحد هذيك هنايا هي توريزم بلوتوث ما عرفت انا واش خدامه معايا كتهديك صافي كتعلي لك ما تا واحد راه هنا عندك بطاقه كتخلصها كتعمرها صافي
جات كونيكسيون. نحن حاليا في القصر الصغير عبر الطريق السيار من بلوسها من طبعا خضر الدفلة أو كروشي بلوسها غرب طنجة غرب طنجة إلى القصر الصغير. العام خاوي بزاف هنا كاين برجات كثيرة على الطريق ديال القصر الصغير وحتى عند برجات على الطريق الأخرى لما كيسمحوا على بعض العائلات الصغيرة فقط لما يوم السبت الأحد فصعيب تدوز بزاف الشباب بعد ممنوع اليوم بتاتا النقل العمومي وهي الحافلات القادمة من طنجة اتجاه القصر الصغير يتم توقيفها في الحواجز الأمنية وتدقيق في الهويات خاص كيسمحوا الناس اللي عندهم بطاقة وطنية تحمل عنوان القصر الصغير كيمنعوا الناس طنجة الحقيقة الناس ديال طنجة ممنوعين أما بعض البطاقات المدن الأخرى كنسمعو كيدوزو في سيارات أخرى ومكنعرفناش كيفاش وما كاينينش تا هادوك أصلا ما كاينينش ما كاينش النسبة قليلة جدا ماشي مشكل الحقيقة هذا العام عام مريض بزاف قلق حالة نفسية